السلام عليكم الإخوة الأخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة ومكتب وموقع أجي نستفدو لأخذ المواعيد وطلبات الفيزا دائما في إطار نشر المعلومة البناءة. نسأل الله السلام والعافية ومغفرة الذنوب تعالى الرحمن الرحيم، وأن يرفعنا الله هذا البلاء وهذا الوباء، وأن تعود الحياة إلى عادتها والمياه إلى مجاريها. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اول فيديو غادي يكون من بعد يعني افتتاح الموقع ديالنا ديال ajustevdo.com اللي الحمد لله فيه استشارات مجانيه على دور يعني الساعه، يعني الناس كتدخل كتسول الحمد لله وكنجاوبوها بكل يعني بكل اريحيه، يعني الناس كتسول جميع الاسئله في جميع يعني الدول الاوروبيه وكنجاوبوها ولله الحمد. يعني راه وصلنا الحمد لله 80 ولا اكثر ديال الاسئله اللي جاوبنا عليها، هذا من جهه. ثانيا يعني موقع ajustevdo.com كما كتشوفوا في اسفل الفيديو، موقع اللي كيخول لكم تطلبوا الفيزا من دابا، يعني بروجي فين بغيتي تمشي، واش من مدينه والسياحه ولا الزياره العائليه، ولا الا بغيتوا دابا ديروا لي زيتود يعني في اي دوله من الدول الاوروبيه، ولا التجمع العائلي، ولا بغيتوا موعد ما باغيش حتى يعني تبقى مشطون، يعني يمكن لك تملا الطلب عبر الاستماره يعني في الموقع كما كتشوفوا في ديال اجي نستافدو، سواء انت عندك زياره عائليه، سواء عند او توريست، سواء باغي طلب اقامه طويله المدى، يعني عندك تجمع ولا كونجوان الى غير ذلك، يعني ولله الحمد يعني دخلوا الموقع ديالنا وخليوا الطلبات ديالكم، وراه ان شاء الله ابتداء من السيمانه الجايه غادي نجاوبوا كاع الناس ونرجعوا نتصلوا بهم باش نشوفوا شنو عندهم. هذا من جهه. من جهه اخرى اليوم موضوع ديالنا الاخوان غادي يكون حول عقود العمل في فرنسا. كيفاش نحصل على عقد عمل في فرنسا؟ اشنو هي السي دي اي؟ شنو هي السي دي دي؟ كيفاش ندير سي دي اي؟ كيفاش نحول من سي دي دي للسي دي اي؟ شنو هما الوثائق اللي كيطلبوهم فلوفي عين البرجة عين البرجة اللي خصني نديرهم باش يعني تقبل لي الفيزا ان شاء الله الرحمن الرحيم؟ اذا بقوا معنا الى اخر فيديو كاين الجديد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات الحمد لله حمدا كثيرا ونشكر الله بكرة واصيلا. من مكتب اجي نستافدو في مدينه بن سليمان شارع مولاي يوسف 141، ارحب بكم من جديد. بالنسبه للاخوه والاخوات، العقود العمل في فرنسا كما كتعرفوا هو ان اي دوله من الدول الاوروبيه باش تجيب شي عامل نوفغي ولا ان كادر ولا كما كان هذا السيد مستخدم تجيبو من بلد الى بلد اخر، ضروري خصك ابار العقد عمل خصك القبول ديال الدوله. بيان سور مثلا انا مشغل في فرنسا باغي نجيب اكس، اكس عجبني بغيت نجيبو، غندير له كونترا، ولكن هادشي غير كافي، لان الكونترا كتبقى بينك وبين ديالك. انا يمكن لي نطبع دابا ورقه ونكاشي فيها ونقول لك هيا كونترا، مي ما عندكش الحق انت تمشي تخدم بلاد البلاد، لان هما القانون الاتحاد الاوروبي اش كيقول لك؟ كيبداو بالمدينه ديالهم، كيبداو بالبلاد، عاد كيبداو بالاتحاد الاوروبي، حتى الا ما لقاوش ديك الميتي تماك عاد يمكن لك تجيب واحد من برا، هادشي اللي كاين. الوغ انت ملي كيقول لك السيد غادي يدير لك سي دي دي ولا سي دي اي، راه خص داك السيد اللي في فرنسا يمشي لبول امبلوا. بول امبلوا شنو هي بول امبلوا؟ بول امبلوا هي واحد الوكاله بحال لا نابيك عندنا، كيمشي عندهم كيقول لهم اودي انا خصني 20 واحد يخدم لي الزبير ديال كيوي، كيدير اوفر كيتسنى، إلا جاوه الناس ما عندوش الحق يجيب، إلا جاوه وما عجبوش الخدمه ولا ما فيهمش دوك لي كونديسيون اش كيدير؟ ما كيلقاش الناس، ولا ما جا حتى شي واحد كيمشي يدي ديك بولون بلوك، يخرج واحد لاتيستاسيون بانه ما جاو حتى واحد، وكيمشي يدي لا بريفيكتور ولا لا ديغاكت مع لي كونطرا، وكيقول لهم اودي انايا اللي طلبت العمال وما جاونيش، انا خصني خدام باش يجيب الناس، يعني كيعطوه القبول باش يجيب دوك الناس يخدموا عنده. هي هذه لوتوريزاسيون ديال لا ديغاكت اللي كاينه في فرنسا وهي اللي كيسموها القبول، ولا السوليدا في اسبانيا هذا هو القبول، ولا في دول اخرى كيتسمى لاكسبتاسيون ولا بيان لافي فافورابل، راه بحالو بحال ديال التجمع العائلي الى غير ذلك. راه الا ما قبلتلكش الدوله باش تجيب هذاك، راه ما عندكش لوتوريزاسيون باش تجيب ولا تبيكي واحد من 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 المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس بدا يخدم في فرنسا او غيرها من البلدان. لحد الان فهمنا هنايا كيفاش تجيب هذاك السيد. اي دابا هنا غادي يبقى الاختلاف، ذاك السيد مين كتجيبو ماشي غايجي وكيمشي، كيدوز على واحد لا بروسيدور اللي هنا في المغرب خصو يدوز عليها، خصو يدوز على الفيزا. الوغ الفيزا فيها دوز ايتاب، كيدوز ليتاب الاولى في لوفي. اشناهو هاد لوفي؟ هاد لوفي هو مكتب الهجره، هاد لوفي هو لوفيس فرونسي دانتيغراسيون ديميغراسيون. هاد لوفي اش كيدير؟ كدوزو فيه الفيزيتا، كتسمى الفيزيتا لا فيزيت ميديكال، كدوز فيه هادشي غير ديال فرنسا. اما اسبانيا، اسبانيا دايره شراكه مع مالين التحاليل ولا لابوغاتوار كيديروا لك هما يعني تحاليل، يعني ما عندهاش شي مكتب ديالها. مي فرنسا دايره هاد لوفي كيجري هاد الناس ديال عقود العمل والتجمع العائلي. هاد الناس
دابا هاد البلوكاج اللي واقع واقع فهاد لوفي باش يدوزو غير فيزيتا، غيديروا والو يدوزو غير فيزيت وغادي يعطيهم ديك الفيزيتا بانهم راه عينين كيشوفوا مزيان ودنين المسائل هذه، وكيديو داك الدوسي مع الوثائق اللي غادي نخليها لكم في الموقع ديال اجل استافدو. اللي بغى يعرف الوثائق ديال السي دي او السي دي دي بالضبط والتفاصيل ولي زيماي ديال هادشي يعني غيدخل غيتيليشارجيهم تما بالموقع اجل استافدو. غادي نخلي لك الرابط في اول تعليق باش تدخلوا تيليشارجيو هاد لي بياس وتعرفوهم. بون من الواحد كيدوز هادشي في لوفي كيدوز لا فيزيت ميديكال كيمشي يدفع الدوسي في تالس. التالس شنو هي التالس؟ التالس هي واحد الملحقه دايرها فرنسا في المغرب واصا تسخر لها تشد الدوسي وتصيفطو للقنصليه تو سامبلوم، وكدير لك حتى المواعيد باش تاخذ موعد وتكلف لك بالدوسي. هادشي اللي كدير التالس. التالس بالاس بالاس هادو راه ملحقات مجرد شركات وسط ما بين القنصليه والزبون. واخا سيدي حنا دوزنا لوفي دفعنا الدوسي في تالاس كنمشيو نشدو الفيزا ديالنا بلوفي، كي الباسبور كيرجعو هنا بلوفي كيتبعو الفيزا كتمشي وسال الفيل. ولكن راه ما سالاش الفيل، راه دابا المشكل فين كاين؟ دابا نتوما عرفتو السيركل كيفاش داير. المشكل كاين في لوفي. لوفي كاين او مكتب واحد في المغرب كامل كيجري هاد الناس كاملين ديال العقود العملية في المغرب وديال التجمع العائلي. وتخيلو نتوما واش مكتب واحد غيجري 60 مليون؟ ما يمكنش. علاش؟ لانه راه كاين الضغط. هادشي اللي كاين، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دابا المشكل لوفي خصو يعطيك واحد رونديفو باش تجي دوز الفيزيتا. هاد الناس اللي بلوكين دابا ديال عقود العمل سون بلوكي باغ لوفي، ماشي لوفي اللي بلوكاهم. المينيسك فرنسا انتيريور و بيان اكستيريور هو خرج واحد القرار كما كتشوفوا معنا في لي زيمايل ايسي، يعني كيقول لهم بانهم سون سيسبوندي هاد لي كونترا. علاش؟ واش بغا العمال الناس ديالو ينوضوا يخدموا ولا؟ المهم داروا هاد العصا في الرويضه. الوغ دابا كما كتشوفوا معنا هنا في لي زيماي، حتى هاد لي زيماي الا بغيتوهم تقراوهم وتخرجوهم كوم بخوف غادخلوا لاجيل ستاف دو بون كوم، غادي تدخلوا لعقود العمل غتلقاوه تما تيليشارجيهم، غنحطهم تما باش تيليشارجيهم الاخوه الاخوات. اذا كما كتشوفوا معنا هنايا فوالا فوالا بوغ فوتر انفورماسيون بونجور بوغ فوتر انفورماسيون جو فو بريسيز اكتويلمون كو لي فرونتيير سون توجور فورمي لي انتروداكسيون دو سيزون ليغ ماروكان سون سوسبوندي سويت ا لا سيركولار دو بريمير مينيستر دو 15 اوت ديرني انستركسيون 6204 اسجل. الاخوان حنا كنهضروا معكم بلي بخير. دابا واحد غادي يدخل يضرب معايا يقول لي انت كتكتب هو قرا دخلت قرا اي ماي اوفيسيال هذا من عند لا بريفي. بون سول دي زوبيراسيون اكسيبسيونيل سو اورديزي ا تيتر ديروغاتوار ا سو جور نو زافون اورغانيزي بليزيور بور لي ريجيون كورس موين اكسيتيرا انا ندوزو لي ماي لي اكسبلواتون فوالا Les exploitants acceptent de financer le prix de billets d'avion à la préfecture. Et n'achetez pas de caravanes. La préfecture du département de la région, si le sujet concerne des exploitants répartis sur plusieurs départements, هادي هي لا بروسيدور اللي شرحت لكم. دابا هادشي من وقع هاد البلوكاج شنو ولاو يديروا؟ دابا لي باترون تما في فرنسا ولاو كيتصلوا بلي سانديكا. انا جبت لكم السانديكا اللي كيتصلوا بها هي الاف دي اس او ا كما كتشوفوا معنا، وهي دي يعني دي بروف على هادشي اللي كنقول لكم. كيتصلوا بالسانديكا وكيخلصوا لهم لي فري ديال البيي وكيجيبوا لهم العمال. واحد في الكومونتير شافني كنقول لك راه غتخلص لي فري البيي للسانديكا ديك 400 اورو ولا 500 اورو باش يجيبوا يديروا لهم فول سبيسيو. قال لك انت والسانديكا صفار يا صاحبي. دابا شوف دابا راه حنا الا مصدر للمعلومه، هادشي اللي كنقولوا لك ما غاديش تلقاه في التلفازه ولا غتلقاه في شي حاجه. راه ما غادي يهضر لك حتى واحد على هادشي الا ما خطاكش اليوتيوبرز يهضروا لك على هادشي ويقربوك من المعلومه والمجهود اللي كان الجبار اللي كان نديرو باش نوصلوا لك المعلومه راه ما غتلقاه في والو. الوغ دابا حنا ملي كنقول لكم هادشي راه خصكم تفرقوا بين اجي استافدو وبين المينيستر ديال الانتيغيو اللي خرج هادشي والقنصليه والتالس، يعني كل واحد في بلاصتو. راه ماشي حنايا راه عندنا علاقه معاهم، حنا هما كلشي بين قنصل بين مينيستر، راه كل وليطاش ديالو. حنا الا مصدر المعلومه كنحاولوا نقربوكم ديالها بالدلائل وداكشي يكون كوريكت. بون لا بروسيدور اكزاكت هو لو باترون تما اللي باقي واحد دابا فشي كونترا لو باترون يمشي عند السانديكا. ها هما لي زيماي كما كتشوفوا، يعني غيتصل بهم ويدير معاهم لا بروسيدور. لحد الان فهمنا كيفاش كتمشي وعلاش البلوكاج واقع. دابا غادي نشوفوا كيفاش تحصل على سي دي اي ولا كيفاش تحصل على سي دي اي. كما شرحنا لكم في الاول خص ان باترون هو يدير لك كونترا وتما ياخذ لك لوتوريزاسيون عند لا ديغاي. دابا بزاف ديال الناس كتقول لك بغيت نتقيد، كيكونوا دي كونفونسيون في لانابيك بحال هنا في المغرب كيتقيدوا الناس الموسم يعني الفخاز ولا موسم ديال الخوخ ولا يعني دوك في لانابيك. لانابيك هي كتكلف الدوله مع الدوله كيتكلفوا بهم. بون ابار لانابيك خص تقلب على شي باترون تما يدير لك كونترا.
راه حنا ما يمكنناش نقلبوا لك، راه خص شي باترون ديال الكونطرا ودير لك لوتوريزاسيون وخص قبلك الدوله. بون هذه هي كيفاش تلقى عقد عمل. الو دابا الناس لقات عقد عمل وبغات دير ان سي دي اي، كيفاش تحول سي دي دي لسي دي اي؟ انا غنقول لكم كيفاش. باش تحول سي دي سي دي دي لسي دي اي وبيان باش تعطيك فرنسا سي دي اي، راه سي با يعني فاسيل باش تلقى سي دي اي في فرنسا. لان الا لقيتي شنو الفرق بين سي دي دي وسي دي اي؟ سي دي دي هي عقد عمل محدود او موسمي، يعني كيكون فيه 3 شهور ولا 6 شهور وكترجع. واخا عندك الفيزا، واخا عطيك 3 سنين، كل 6 مواخ خصك ترجع، وكترجع ماشي غير كترجع، كترجع وكتسيني في لوفي بانك رجعتي، كتسينيها من هنا في المغرب، كتقول لهم انا جو مونكاج اغو توغني مون بي دوريجي، وكتمشي وخصك تولي. راه الا حركتي تما وبقيتي نهار تبغي تريغيلاريزي لا سيتوياسيون غيذكروك بها، يقول لك فلان راك سينيتينا واحد النهار في مكتب الهجره انك ترجع. بون نتوما تعرفوا. بالنسبه لعقد سي دي اي هو عقد مفتوح، يعني الترسان كيقولوا بحال مثلا في المغرب مرسم. دابا داك السي دي اي الا قدرتي تخدم عام سي دي اي ضمنتي ورق فرنسا، ولا اي دوله اوروبيه الا خدمتي سي دي اي عام ضمنتي وراقك. ولكن باش تحصل على هذا السي دي اي راه ماشي ساهل. باش تحصل على السي دي اي، السي دي اي سير سي دي دي المره الاولى الثانيه والثالثه، وفاش يطلب لك الباترون ديالك سي دي اي، واسمع ليا مزيان هنا كاين لو سيكري، فاش يطلب لك لو باترون سي دي اي من الاحسن يعتمد على ان افوكا 1000 اورو ولا ماشي مشكله، ويحاول كما يقول لك يوندورسي لو دوسي ديالك، ويحاول يعني فاش يدير لا دوموند بولون بلو بانه خاصو خدام، يدير واحد 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 لي زيكسبيريونس وبيان واحد لي كومبيتونس لي خيالين اللي ما يلقاوهمش شي واحد تما. مثلا يقول لهم واحد انا بغيتو يدير لي نقش في اللعيبه ديال هادي مع سيرتان اكسبيريونس، مع المهم يخربق له تما، يقاد له لي سيتياسيون تما، يدير له واحد الاكسبيريونس اللي ما كايناش عندهم تما، اللي حتى واحد ما يقدر يديرها لهم تما. راه تما هنا فين كاين لو سكري. السي دي اي هذا هو القالب ديالها. راه كاع لي باترون صحابي اللي كنعرف كيديروا هذا الشيء، كيديروا واحد لي كريتيك، واحد الاكسبيريونس اللي ما كايناش تما، وانت كتكون فيك كتجيب دي زاتيستاسيون من هنايا يعني، وكتحاول يعني وكتعطيوك لوتوريزاسيون. وراه الناس اللي داروا هذا الشيء راه غيرحموا لي الوالدين، الا لقينا الله يرحمنا الوالدين على هذه المعلومات. اما حنا راه كنحبوكم كاملين جميع المتابعين والمتابعات الاوفياء. بون هذا هو لو سكري ديال السي دي، يعني يحاول لو باترون ديالك تمشي عنده المره الاولى والثانيه والثالثه، ولكن المره الرابعه يحاول يدير لك هذا الشيء، وكون على يقين غيعطيوك سي دي. الا درتي محامي وعاونتي راه بلا محامي تاخذها، ولكن من الاحسن ديرو محاوي باش تسكر لك السي دي. الناس اللي ما عطاتناش اللايك اخوان وعجبها المحتوى ديالنا يعطونا اللايك ديالهم ما فيها باس، يعطونا التعليق، عاونونا بتعاليق زوينه خايبه شي مشكل، راه كنحبوكم كاملين، اللي كيحبنا واللي ما كيحبناش حنا كنحبوكم. بون حاولت نهضر لكم بعجاله على عقود عمل سي دي اي وسي دي دي. نتمنى فيديو طورته بزاف، مي راه حاولت ناكسيليري في المعلومات ما امكن باش نلخص لكم كيفاش تحصل على سي دي اي، كيفاش تحصل على سي دي دي، شنو الفرق بين سي دي اي وسي دي دي، كيفاش كتدفع، كيفاش الباترون ديالك كيقدر يخرج لك كونترا، فين كتلقى هاد الكونترا. حاولت نوضح لكم هذا الشيء في هذا الفيديو، نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم الاخوه والاخوات. وما تنساوش هاد لي بروف اللي عطيتكم هنا، دخلوا باش تعرفوا الوثائق. مثلا واحد باغي يدفع الكونترا سي دي اي، شنو الوثائق اللي غادي يدوز، اللي غادي يدير، راه كيدوز واحد التحليله ديال التيتانوس اكسيتيرا، راه غتلقاهم موقع agilesafdo.com. الموقع agilesafdo.com غتلقاو فيه جميع هاد الوثائق، تيليشارجيوهم وعرفوا داكشي اللي عليكم ما عليكم. بون يمكننا شي حلقه نشرحوا فيها غير الوثائق ديال السي دي اي وبيان غير الوثائق ديال السي دي دي، الوقت ما ساعدناش الاخوان. نتمنى تعطونا اللايكات ديالكم، لا مازال ما دارش لايك يهبط يدير لايك، وعطونا التعاليق ديالكم وبارطاجيو معنا هذا الفيديو اللي عجبكم، يعني من ولد الشعب الى الشعب. هادي راه شوف حنا راه كنضربوا تماره على هادشي، والله العظيم الا كنضربوا تماره. نتمنى يعني تدعمونا، نتمنى تدعمونا من القلب ديالكم، لاننا والله الا كنضربوا تماره على المعلومات باش كنجيبوها، وكنحاولوا نوصلوها لكم يعني بحال واحد لاكريم فريش كنجيبوها لكم. نتمنى تبارطاجيو معنا هذا الفيديو الاخوان الا عجبكم المحتوى، ودخلوا للموقع ديالنا، ديروا الاستشارات المجانيه، اللي باقي عنده شي سؤال يدخل للموقع agilesafdo.com يدير استشاره مجانيه ويسول عقد عمل، هذيك اللي ما شي سؤال كان بغى يطرحه يطرح الاسئله، واللي بغى يعمر
يعني اللي بغى يتليشارجي هاد لي زيماي راه غادي تلقاوهم في واحد ثلاثه الشرطات الفوق غتلقاو عقود العمل دخلوا تما تليشارجيو هاد لي زيماي وصيفطوهم لي باترون ديالكم الناس اللي باقا مبلوكيا. كنشكركم بزاف على المتابعه، كان معكم اجيو السافدو الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.